السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم. ماذا تعرف عن أنواع الشاهي؟ نوع، نوعين، ثلاثة. في محل هنا عنده أكثر من 200 نوع من أنواع الشاهي، بعض الأنواع نادرة يصل سعرها إلى 14,000 ريال. سبق أن سوينا له تغطية قبل أكثر من 3 شهور، كان المحل مجرد بيع للشاي وأدوات الشاي. الآن المحل أصبح كافي، تقدر تجي تذوق من أي نوع تبغى من أنواع الشاهي، وأيضا تشتري أدوات الشاهي. ما شاء الله تبارك الله. طبعا عند الطاولات هذه من الصين، هذه ممتازة جدا، هذه موجودة عندي. هذه هنا تعبي الإبريق للتفويح، وهذا الغسيل، وتصف الفناجيل هنا ولها فيها تصريف، سعرها معقول جدا. الطاولة هذه سعرها 375 ريال، بلاش، تشتغل على الكهرباء، فيها تسخين هيتر. يا جماعة عندها أدوات، شيء خيالي ما شاء الله، استحق الزيارة. هذول والله ما أدري وش هذه، لكن على العموم بصور لكم الآن أنواع الشاهي اللي كان عليها الخلاف في المقطع الأول. ليش سعرها 14,000؟ نبغى نسأله اليوم ونعرف وش السبب في ارتفاع أسعار بعض الأنواع. السلام عليكم. مساك الله بالخير. هذه أنواع الشاهي؟ هذه بعض أنواع الشاي، ولا هو عنده أكثر من 200 نوع. ما شاء الله تبارك الله. طبعا الآن أصبح عبارة عن كافي، تجي وتط يعني أي نوع تقول عطني منه بريقة وكوب وذوكة. اللي ب 14,000 بكم بريقة؟ 75. بس ب 75 ريال؟ صب لي منه تكفى، أنا ذوقه. صب لأبو زايد والدكتور، خليهم يعطونا رأيهم به. افتح ريقك دم 5. ما شاء الله. أنا من الشرح الآن مفصل عن أنواع الشاهي، ليش مرتفع سعرها، وهذول الشباب يتقهون. والله ما شاء الله تبارك الله، صبنا من 5. ترى يطرح علي من كثير من الزبائن. طيب شوف، هذا اغلى نوع عندي. شوف هذه ورقته، وهذه ورقة صغير، اوراق صغيره. اي نعم، براعم، يعتبر براعم. البراعم قطفها متعب، وتحميصها وتناولها هذه متعبه. هذا الكيلو الواحد منه عباره من 65,000 الى 75,000 برغم. تصور المساحة اللي يحتاجها الكيلو الواحد، يعني ممكن كيلو في كيلو ما يطلع إلا 6 كيلو أو 7 كيلو. أقل، لا أقل، أقل. لأن في الأسبوع الواحد يحصدونها مرة واحدة الشجرة، ولازم يقف واحد مختص أيضا، مختص وتناوله اختصاصي وتحميص اختصاصي، فهذا يكلف. ونفس نوع الشجرة أيضا قليل إنتاجه. هذا بعده يجي أقل من هذا ب6,000 أيضا براعم. دقيقة، يعني نوع الشجرة يعني لفهم منك إن فصائل زي فصائل الطيب، زي فصائل الطيب والتمر. التمر أقرب من يعني في فصائل غالية. هذا كم قلت لي سعره؟ هذا ب12,000. 12,000. طيب هذا ب6. 6,000 الكيلو. طيب وين الكيس حقه؟ جيب علبة ولا؟ هذا كيس. ممتاز. الكيس هذا كم يصلح؟ هذا يصلح 3 براريم أبو لتر. وكم وزنه هذا؟ هذا 10 جرام. بكم هذه؟ هذه 125. أشوى، يعني أقدر أخذ هذه ب125 وأجرب. إي نعم. طيب والأنواع الثانية هذه وش هي؟ الأنواع الثانية هذا اسمه أبيض الذهبي، هذا اسمه الذهبي أبيض. يعني هذا ما يعطي لون أحمر؟ لا يعطي لونه. هذا هو كيف عطلونه؟ هذا. طيب مو مشكلة. واللي بعده هذا؟ هذا الذهبي واحد. هذا ب6,000. طيب. هذا الذهبي الأبيض ب1,800. ممتاز. هذا ب400 ريال. هذا ب800. طيب أبغى شيء ما هو بغالي بس يكيف مزاجي، عندك؟ في دم غزال هذا ماشي عندنا بكثرة. كم؟ الكيلو ب300. الكيلو إذا تشرب لتر يوميا يكفيك 6 شهور. 6 شهور؟ 6 شهور. 300 ريال. 300 ريال. وأنا مزاجي مضبوط. بعدين شاهي، شاهي صح. طبعا الشواية تنشرب بدون سكر، ما ينشف الريق، ما يشحط الفم. لو تشرب على جوع ما يغثك. صب منه خلنا نشوف وينه. وش اللي حطيته أنت؟ هذا فلتر عشان لا يطلع الحث من وراء. فلتر هذا خشبة؟ فلتر من شجرة اليقطين. ما شاء الله. اليقطين اللي هي القرعة. أينه؟ ورني قلبها ما شاء الله. مشكوك اشوف مخيط خيار. شوف كم الفلتر ذا؟ هذا 25. بلاش. يحتاج سكر ولا ما يحتاج؟ لا والله ما يحتاج ما شاء الله، ما في اي مرارة. عاد انت مسوي الان مسوي رجيم الحين. ما شاء الله ممتاز جدا ما شاء الله تبارك الله. ولا في منكم زينة من امس ما شاء الله تبارك الله. حياكم الله، حياكم الله، حيا الجميع في اي وقت. الله يحييك. ترى مجاني. هذا للدكتور، الدكتور عاد ما عنده اي مجامل. هاي دكتور في سكر؟ لا ما شاء الله تبارك، غريبه صراحه. نعم صحيح دكتور. اي والله بدون مجامله، بدون اي مجامله والله، حسبه في سكر صراحه. ابو محمد سم، ابى اسالك عن الانواع اللي في السوق بدون ذكر اسماء. ايه اللي يجي لونها اسود. ايه او الشاي عموما ليش لونها اسود؟ والله هي الشواي انواع، احنا ما نقدر. لا لا، هل هو من الشجره يجي اخضر؟ طيب كيف صار اسود؟ لا الاسود هذا تحميص، مثل ما يحمص القهوه البن. اها ممتاز.
انا اشوف عندك القرص هذا وش هذا؟ القرص هذا ايضا كنت بضرب فيه مثال للاسعار الغاليه، هذا يوصل منه الواحد الى 30 40 الف هذا في الصيني اللي يعتق، وهذا عندهم شيء مقدر بالنسبه يعني اكسر كسره منه هو اي تكسر كسره ينفع للرجيم ها ينفع للرجيم درجه ثانيه بعد الكودين وين حقت الرجيم ورنا الكودين هذا افضل شي. هذا نوع اسمه الكودينج، هذا افضل نوع لتخفيف الوزن، لكن هذه احنا ما نضمن نتائج لشخص معين لان طبيعة الاجسام تختلف، ثلاثه يستخدمون اثنين يستفيدون واحد ما يستفيد او العكس. لا لازم يخفف ضرب اليمنى. لا بعض الناس اذا توافق مع جسمه حتى لو يضرب حتى لو ياكل يدونه قليل. اي نعم فيها النوع الثاني اللي هو البور، هذا القرص ورنيا فيه ابيض البينوي مش متوفر الان بين وين هذا، هذه ثلاث انواع تجي بعد درجه ثانيه بعد الكودين، هذا صغار على شكل دوائر، هذا من اكثر من اشهر الشوائع على المجتمع. ما نبغى نفصلهم اكثر، اللي يبغى يا يدخل على حسابك في اليوتيوب او في الانستغرام او في السناب او يزورك مباشره. طيب العنوان وين؟ والله شارع حفصة بنت عمر، ويقدر يكتب في جوجل ماب مؤسسة الورقة السحرية يطلع لك. ابو محمد لا هنطلع لنا الانواع هذه خلينا نشوفها. هذول احمر، انواع الاحمر، وهذا يسمونه قلب من زهور. اصبر اصبر اصبر، هل تسنه لومي اذا وشو؟ هذه تحطها في البراد وتصب عليها ماء مثل الوردة، تتفتح مثل الوردة. عندك صورة لها؟ ها؟ عندك صورة؟ في صورة. تطلع مثل هذه؟ مثل هذه، كل كورة تطلع شكل. أها. أنا عندي 59 شكل. هنا. طيب وش الفائدة منه؟ ما منه فائدة، يدعون أنه يختخفيف وزن. وهو غير صحيح. ما له أي علاقة بتخفيف الوزن. الهدف الأول منه جمالي. جمالي مزاج. وله طعم. وين الثلاثة؟ شلون يعني معتق قديم يعني؟ لا هذا فصيلة. ويعتق، هذا من الانواع اللي تعتق. ورني هذه بالله. هذه هي نفس اللي في القصديره، هذه تسوي لتر مرتين. ممتاز. اي نعم، هذا نفسه كله اسود، هذا اخضر، هذا قديم وهذا جديد، هذا 100 وهذا 100. ما عاد بنفصل زياده، خلهم يجون ويشوفون بانفسهم. ولا يتابعونك على الانستغرام واليوتيوب وانت تشرح. والجلسه ما شاء الله تفتح النفس. هذا الاحمر. هذا انواع الاحمر مجهزه انت هنا، ممتاز. وهذا ايضا احمر. اي نعم، وهذه الكور، وهذه فصيله الاولونج، هذا النوع الاولونج اللي على شكل دائري هذا. إيه نعم. ممتاز. طيب وهذا سنة شاهين اللي نعرف له، هذا اسمه دهياو بينك، طعمه غير مستساغ. هذه انواع الاخضر. ممتاز. وهذه برضه اخضر، وهذا الابيض. هذا الابيض. إيه. وهذا الاخضر. اي نعم. البور من اسود يعني معتق قديم يعني. لا هذا فصيله ويعتق، هذا من الانواع اللي تعتق. ورني هذه بالله. هذه هي نفس اللي في القصديرة، هذه تسوي لتر مرتين. ممتاز. اي نعم، هذا نفسه كله اسود، هذا اخضر، هذا قديم وهذا جديد، هذا 100 وهذا 100. ما عاد بنفصل زياده، خلهم يجون ويشوفون بانفسهم. ولا يتابعونك على الانستغرام واليوتيوب وانت تشرح. والجلسه ما شاء الله تفتح النفس. والجلسه ما شاء الله. جلسه كنت جالس افخم في المشروع. والبراريد عندنا رخيصه ارخص من غيرنا بكثير. على كم براد الشاي؟ براد الشاي الممتاز اللي هو جاي البراد ب 12 ريال. والذهبي خمسة ب18 ريال. لا طيب يمكن ما اشرب براد، ابغى كوب. الكوب ب4 ريال دم الغزال، والذهبي ب5 ريال. طيب والانواع الغالي اللي ب6000 7000 كم كوبها؟ اغلى كوب عندك؟ اغلى كوب يجي ب15 ريال. يعني اجمل شاهي مع احلى جلسه. احنا جلستنا دي للهادئين الرايقين. ما شاء الله. طبعا في جزء منك بعد ايضا للجلسه. وش اسم الشاهي ذا؟ هذا شاي فواكه. ما شاء الله تبارك. شاي فواكه. اي نعم. شاي فواكه مجففه. والله عندك شواه، انا اول مره نسمعه وشو شكله. مع كركديه ومعه ورد على صب عليه ما مغلي. هذا شاي العرسان يا ابو محمد. شاي فواكه. لا لا شاي حق خط. حق كل شيء، حتى شيء ظاهر. الحقيقه عندنا نقول نسميه لذيذ ومغذي. ما شاء الله. في كركديه وفينا 8 انواع من الفواكه المجففه. ما شاء الله. كم سعر؟ الكيلو ب400. طيب لخص متابعين ابشر 20% بيض الله وجهك.